القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي قال النهاردة أن القوات المسلحة لن تتخلى أبدا عن المساهمة في تنمية المجتمع المدني من أجل خدمة المجتمع والشعب المصري برؤية واضحة وتوجيهات من القيادة السياسية برئاسة القائد الأعلى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكد وزير الدفاع الكلام ده على هامش حضوره البيان العلمي العملي الفاتح 1/6 اللي بتجريه وحدات الحرب الكيميائية. قال إن القوات المسلحة بتعمل بأقصى طاقة لديها خلف القيادة السياسية الواعية، وإنها تقف مع مؤسسة الدولة بما لا يدع مجالا للشك من أجل تأمين مصر واستقرارها. وأشار كمان لأن القوات المسلحة بتؤمن السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بالسعر اللي بيتناسب مع الناس في المرحلة الحالية، وأكد على استمرار عمل القوات المسلحة للحفاظ على أمن واستقرار الدولة وتنفيذ خطة التنمية. وقال إن مخطط التنمية بدأ من وقت ما كان رئيس عبد الفتاح السيسي قائد عام وزير للدفاع من غير ما يكون مع حد في الوقت ده.